تحية متجددة إليكم مشاهدينا في حصة الهدرافوت، والآن نمر إلى فقرة تكتيك شو مع الحاج عدلان ونصر بويش، واختار اللي اختاروا لنا مباراة نادي بارادو واتحاد العاصمة. تفضل نصر بويش. حاج عدلان رازي الحاج كوتش نصر كوتش حاج بدك بالفريق الضيف نصر بويش. لا اليوم انا نشوفوا الاتحاد العاصمة. الاتحاد العاصمة ما بغيرش طريقة لعب نصر، لعبوا بأربعة ثلاثة ثلاثة خاصة في ملعب بولوغيا النادية، طريقة لعب تاع تيري فروجي اللي خيرها طريقة الموسم هذا. ما كانتش موفقة. لا اليوم اليوم كان هنا نضل نصر في محور الدفاع، في محور الدفاع وين مفتاح وبن يحيى. المفتاح ما كانش هنا، كان هنا اكزاكتومون. عرجي دار دو فورماسيون سيت لي مود دو كولوار، ما راهو ديباني هنا. انا غياب شافعي اللي خلى نوعا ما فراغ في المباراه. في وسط الميدان ببن خماسه عنده ليك لا ديفونس الحاج بن يحيى ماهوش يقدم في المردود تاعو اللي كان عليه. بن يحيى اللي نعرفه من قبل، تصور انت لما يكونش قدامك واحد كيما شافعي اللي كاين لا كومبليمونتاريتي بيناتهم وكاين لا كويزو، تحس بلي تحس على بالك لي دو اكسيون جينيرالمون بالهضره اللي يجي ليه ماركيه لاتاكون اللي يجي وطيح في واحد كيما نعيجي يعرف يديبلاسي ديبلاسمون تاعو مليح. هنا ميليو تيران كان هنا شيتا وكان هنا بن خماسه وهنا بن غيت كان هو اللي قريب للاباره ولا مزيان وزواري. نظن ان هنا في مشكلة اتحاد العاصمة كان في وسط الميدان وين ما صابوش ان بو لي زوتوماتيزم كيفو بور دوني ان بو بلوس دو بروفوندور عمق للعب بور اليمونتي كو سوا مزيان اللي ربما احسن عنصر في اتحاد العاصمة. اون بلوس ومن بعد ابارة كي تي انا حسب رايحة حتى ولو كان صاحب الهدف لكن إلا إيتي إيزولي شوية إيزولي. أون بليس ما ننساوش مردود تاع محور الدفاع نادي بارادوكس تغلب عليه ولا بوشينا اللي ربما داو تقريبا تولي ديوال حتى في السماء ولا دار أبار البيت نصر ما شفناش إبارة يعني سي سيمبوزي في لي بالايريان ولا حتى في لي روميز. لكن باش نقعدوا في تشكيل اتحاد العاصمة وفي المردود تاعهم حتى ولو بداية اللقاء كانت نقولوا في صالحهم لكن ربما اللاعب الوحيد هو عبد الرحمن مزيان اللي كان ان بو اوتسو ديلو في اتحاد العاصمة. نروحوا نادي بارادو. نادي بارادو نظن انه كلاسيك انه انا ليا ولا سمح ناصر لا فرص تاع الماتش هذا وباش ربحوا نادي بارادو هادو هاد لي 3 ميلو تاعها بالكره ولا بدون كره عرفوا كيفاش يتعاملوا لما يبحروا الكره يسيو كيفاش يريكيبيريها في لو بلوتو بوسيبل في لا زون تاع اتحاد العاصمه. ولما تكون عندهم كره نعرفوا باللي لاعبين تاع نادي بارادو لاعب الكره يعني في الرجل اللي يعرفوا كيفاش خاصه اللي يكون عنده الكره الحامل الكره يكون عنده سوليسيون عنده سوليسيون اكزاكتوم. وهذيك اللي خلات هادوما هما اللي كانوا وسط بين المدافعين وخاصه الهجوم تاع نادي بارادو. فيه كان فرصة قوة نادي بارادو هو الحارس مرمى توفيق مساوي اللي تصدى لاسيورونس عنده اكزاكتومون الى دوني سا ديفونس ان بو بلوس داسيورونس. محور الدفاع كسا سوا بوشينا ولا بو عبطا اللي ربما انا ليا غير الغلطة هذيك تاع البريمي بيت نظن انه داروا لقاء ممتاز. حمزة موالي في الشوط الاول اللي كان في المستوى وتراجع في الشوط الثاني. هيثم لوصيف اللي انا ليا أسوأ لقاء دار حتى ولو كان متوسط لكن كان عنده مزيان دار البيت لا كان عنده مزيان ولما يكون عندك كيما مزيان ما تغامرش توتافي من بعد عندك كيما قلت وسط ميدان ممتاز كساسوا زرقان ولا حمودي ولا هشام بوداوي اللي ربما من احسن وسط ميدان في البطوله. التغييرات ناصر التغييرات اللي تنداروا في وسط الميدان اللي خرجوا ودخلوا كانوا خير ولا كيما هما ولا احسن ومن بعد اللي جابوا الايجابي. ومن بعد قوه فريق بارادو شفنا نهيجي اللي ربما كانت عنده كرتين او ثلاث كرات في اللقاء سجل بهم هدف يبقى هداف البطوله يبقى ورياض نهيجي البطوله ب 17 ربما من احسن اللاعبين في هذا اللقاء حتى ولو ضيع ضرب الجزاء لكن كان وراء كل ضرب الجزاء ويسكري اون اكسيون جوست ابري جوست ابري البوطو وحده ما حاولش يدير ولا يدير بيشنات ولا يضربها. لكن اليوم انا نتكلموا ربما على احسن فريق واحسن اداء في البطوله. يعطيكم الصحه.
شكرا الحاج عدلان، شكرا نصر بويش على هذه التوضيحات. والآن نمر إلى البرمجة والكلام كثير لإسراء رفيق وحيد بن مدوار وزوتشي، وهو ما يوضحه رئيس الفا في هذا التصريح. احنا الحمد لله عندنا روح المسؤوليه، وفي المكتب الفيدرالي نتكلموا لكلنا باحترام وبروح المسؤوليه، وتكلمنا مع السيد مدور كمسؤول اول للرابطه باش ان شاء الله نكونوا دائما في اتصال باش يعني ناخذوا قرار اجمالي ونتشاوروا على القرارات. وحنا بالنسبه للظروف هذه اللي راهي تصير فيها يعني البلد، وخاصه يعني في هذه المرحله تاع الانتخابيه، حنا نخزروا يعني كما نقولوا حنا للاولويات، ونخزروا يعني للامن العام للوطن. ولهذا لما يعني يكون عندنا يعني تكون لازم علينا ناجلوا بطوله نتشاوروا يعني مع الرابطه وناخذوا قرار يعني اللي يكون مدروس ما بين الرابطه والاتحاديه. حسب هذه التصريحات رفيق وحيد، كاين بروبليم بين لا ليغ ولافاف؟ كاين غرو بروبليم، ماشي بروبليم صغير، اتونسيون باك يغلط في الراي العام. الاتحاديه وي هي اللي منافسه كره القدم ديالها، وخلات تسير البطولة الاحتراف للرابطة بناء على الكونفونسيون، أو يتكلم في حالة واحدة، إذا كان يجب اتخاذ قرار توقيف البطولة كيتشاور الاتحادية، ولكن البرمجة ما يشاوركش على هذا. ابن قاصر مدوار ما يعرفش بلي الجزائر راهي في وضع ماشي مليح ولازم يفيتي الامن العام اللي فيها التجمعات. يا اخي انت نهار اللي تبروغرامي ماتش في اي ولايه يجيك الوالي هو رئيس جمهوريه الولايه تاعو يقول لك انا ما تبروغراميش، الحاله الامنيه ماهيش مليحه، علاش اليوم لا بروغراماسيون لازم تروح لا ليغ؟ ناحية لا ليغ ديرها مديريه المنافسه على المستوى الاتحادي. قال لك ايضا يكون تشاور بيناتهم، تشاور بين مدوار وبين هو يفرض قراراته على مدوار. عده قرارات تم اتخاذها على مستوى مكتب الرابطة، رفعها مدور إلى المكتب الفيدرالي تم رفضها. كاين 70,000 قرار، ما تخليش نولي نجبدهم لك قرار بقرار. يعني زيادة في الإجازات على بوك رفضها له، وقتاش قبلها مدور في زتشي في واحد الظرف اللي كان فيه احتجاجات النوادي في الميركاتو بزادها، عدة أشياء رفضها له. هذا لا ليغ خاص عنده خلاف كبير مع لي دروا تي في، حقوق البث التلفزيوني يا اخي الدراهم تاع لي كلوب سيرهم لا ليغ. ومنظور هو اقترح على واسمو على النوادي ورفعها كبطل، هو راح شو هو بروبوزالهم وقال له راح البيرو فيدرال شو زعيم قالوا لي كلوب رفضها له. تشوفوا نورمال اليوم انت رئيس رابطه يدافع على حقوق النوادي باش تجيب دراهمهم اللي اصلا تعاقبوا منهم شباب الوزداد على انه ما خلصش ديون اللاعبين، وهو عنده ديون لا التلفزيون الجزائري ولا كونفونس تاع التلفزيون ما كاشها، ويجي راه زتشي يقابل يعني يميل لي بوسيوليزي للمدور ويحرم النوادي من انديه ويخلي التلفزيون الجزائري يدخل للمباريات ويعاقب النوادي لان ما عندهاش الاموال. ايضا رفيق ايضا كي تحدث على البرمجه، ايضا منافس كاس الجمهوريه راهي اللي تنظم اللجنه، راهي تنظم منافس كاس الجمهوريه. ايضا قال لك مدوار راهي خلطت لي شويه التواريخ والبرمجه تاع البطوله. كاس الجزائر من صلاحيه الاتحاديه، لجنه تسير كاس الجزائر تابعه للاتحاديه، خلطت بالك تشوف بلي هذه هي الامور اللي خلات الفاف والرئيس الفاف يطلب انه لازم يشاوروا في البرمجه. علاش يشاوروا في البرمجه يا اخي؟ لا كوب داجيري لا بيتيس دارها زتشي، علاش ديرنا علي روتور؟ احنا عندنا فاضلنا التواريخ، احنا فاضلنا الاسابيع. كلام كبير رفيق. دوك مدوار يطلب التشاور من هو زتشي يطلب التشاور مدوار في البرمجه تاع البطوله، وزتشي ومدوار يطلب التشاور من رئيس الفاف بين برمجه كاس الجمهوريه. لا فيديراسيون من المفروض تتشاور مع الرابطه اللي حتزيدها اربع تواريخ على حساب البرمجه زوج يعني في ليكار اي لي دومي فينال. ولكن زتشي واش حاب؟ او حاب يكون عنده ميز على حتى الشامبيون؟ لا لا هو واش حاب؟ واش حاب دير اون ليك يحط مدوار بارشوك الانتقادات كاع تجي ليه هو يخرج زعيم، هذا واش حاب؟ هذا واش حاب؟ باسكو انت كي دير اون ليك وعندها لي ستاتيو وتعطي لها اون كونفونسيون وتعطي لها الصلاحيات، ما راناش جمعيه تاسيسيه، ما راناش في حي، رانا في اتحاديه محترمه كره القدم الجزائريه. ايضا الرابطه محترفه وعندها رئيس وعندها نائب وعندها مسيرين. مدور قبل هذا الوضع، ونذكر وقلتها في حصه سابقه مع محمد بوخميه، في وقت سابق عندما استقال عبد الكريم مدور من رابطه محفوظ قرباج وكان النائب او كان يبحث عن مركز منصب نائب للرئيس، ماذا قال؟ وكنت حاضر معه في احد البلاطوهات،
واش ندير بلا ليغ ما عندهاش صلاحيات لا برمجه لا حكام لا لجنه عقوبات هي كاين بعض اللجان ماشي تابعه ليه ولكن حاب يسوق لا ليغ اليبوك في واحد قرباش على انها ان كوكي فيد انا نستقيل اليوم انت نوصل المسكين كوكي فيد وتزيد تروح للبيرو فيديرال ويكسروا لك لي ديسيزيون وتخرج فرحان وتقول باللي انا نشاور البيرو فيديرال ماشي با نورمال علاش درنا اون ليغ فهموني علاش درنا اون ليغ وعلاش فيها الاموال وعلاش فيها اعضاء ما عندو بقات غير البرمجه نحاها له انا باش نجاوبك لازم يكون معك في البلاطو مدوار ما يجيش في البلاطو مدوار انا كنت معاه قال لي ما نجيش قال لي ما نجيش باسكو انت تضربني بالمطرق شو انا ما جو سي با اي بي ما يجيش حتى حنا ما نسمحوا بشي نو نو نقول لك حاجه نقول والفو 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 شيتا انا ماشي حتى واحد ماني كونتر ماني بور لا بيرسون كسو مدور ولا زدتي ولا المولوديه ولا لمسي ولا اي واحد اللي يخدم نقول له اللي يخدم نقول له خدمت واللي ما يخدمش نقول له حنا ورثنا الثقافه هذه اون بوز دي كيسيون كي سامبل انا ماذا بيا كي نجي نعطيك نعطيك ملاحظه نعطيك نتعلموا من الاخطاء نعطيك واقع ريبوندي لي ريبوندي لي بالك هنا بالك هنا مهدي بالك رابطة وزيد الحاج زيد الحاج سمحوا لي زيد الحاج كي تكلمنا من قبل على البرمجه على بالي احنا نهضر بزاف وقلنا في اوروبا لاكو ضربوا بها المثل اوروبا راكم بعاد على اوروبا عيب عليكم تكلموا على اوروبا في اوروبا قلت لك يحطوا البروغرام كل المنافسات حتى كيديروا لي 8 دي فينال الي ريتور على بالهم لو 30 مي ولا لو 29 مي خلاص البطوله ما كاينش ما كاينش اللعب اليوم انت ما كاين عندك لاكوب دافريكيا راحت للجوا عندك الانتخابات الرئاسيه على بالك يا خويا على بالنا منو كاين الانتخابات الرئاسيه توقف وعندك عندك الانديه الجزائريه تما كنت تتمنى انت النوادي الجزائريه تلمينا بريبيتور دير حسابك تروح لا فينال ولا لا لا حساباتك لا فينال دير البروغرام هادو 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 بعيد شوف نقول لك حاجه اعلنوا الحرب على الاحتلال في هادو ما عندهم حتى علاقه واش هو يهمهم سي كل يوم يديروا بروغراماسيون زادوا داروا لجنه البرمجه غير كيما ما تخليش نهضر على لجنه البرمجه ونهضر على واحد اللجان لجنه البرمجه فيها ممثل شعب الثوره اللي هو يتنقل هو رئيس لجنه البرمجه بصح تسيبوه في الصاد مع شباب الثوره مانيش فاهم كيفاش انا كيفاش نيكسبليكي هذا الخلط يقدر يدير نقول لك مانيش نشك نقول لك يدير بروغراماسيون تخرج على الثوره باريزون عندك باريزون لي كوميسيور ماتش نعطيك هكذا مثلا لي كوميسيور ماتش مخلطه الناس ما تهضرش على بالك الناس ما تهضرش على الباس ديسيزيف انا لي كوميسيرو باش كاين اسمه رشيد وكالي رشيد وكالي يخرج رئيس رابطه الجزائر الولائيه يخرج كوميسيرو ماتش ومومبر في كوميسيون دو ريكور سي لا فيدير غدوه كيدير اون طونك كوميسيرو ماتش يدير ان رابور على لامسيو قال داروا هاو هاو دوكرين يحتجوا يحتجوا على القرار العقوبه يروحوا وين يروحوا للركور مهدي اي ولا لا لا عنده يروحوا يحتجوا على رابور تاع كوميسيرو ماتش اللي اسمه اوكالي كي يروحوا للجنه يسيبوا تما يسيبوا اوكالي يروحوا لعنده يسيبوا اوكالي يقطع عليهم تماك قالك قال سيبنا نسلم مهدي كرنفال فيد شرا هكذا هادي ماشي العام الموسم الاول اللي عندنا المشاكل هادو ما بصح واش صرا جديد يعني كي جا المدور قال بلي لكن كاين كيغيروا الناس السنه وجديد العام كنت غير العام عندي برنامج من 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 الوحده الاخر وبس هاد العام واش عندنا حاجه جديده اسمه لا كوب دافريك ولات تبع الموسم ما تتبع دونك باش تزاد تساعدك في لوجيكمون ايماجين ماشي تلعب في جونفي صح وزيد نقول لك عليك لو بوي المشكل هذا اللي راه عندنا هاد الايامات يعني تاجيل تاع المباراه هذو ولا راهم الان ما داروش الحساب من قبل وعلاش ما عندناش البرنامج موسع كامل علاش ما عندناش البرنامج كامل علاش ما نقدروش نقولوا بلي لا 27 جورني تلعب في 6 افريل ولا علاش ما عندناش هاد الشيء هذا اللي يصور الكومبيتون مع البروبليم وراه كنا نتكلموا على شحال من المده الرابطه القديمه كتهضروا على رابطه سير كره القدم المحترفه شحال قعدت هاد لا ليغ بال 23 جوان اللي داروا الجمعيه تاعهم يعني جراء جديد شحال الى فالي صراعات وفضائح ناس في الدار باش قدر يقسم المهام يعني على مضض مضض باش تعين المناصب قسم المهام باش هذه لازم لك بروغرام واش لازم لك هذه لا نظر سي با لا نظر قسم الامين العام امين العام قاعد يحوس عليه بلا واش كنا نستودعوا امين العام لي طرونجي بالك ما جو سي با واش قاعد يحوس هذه حاجه كبيره باش تنضم لها في لا ليغ تاعك واحد نهضروا على الديفلوبمون دي فوتبول سيرتو هنا في الجزائر وانت الناس هادو نتكلموا على مدور اللي كان هو ينتقد اللي كان قبل على قرباج وكنا نشوفوا باللي سيفريس راهو حالات نهار كان اللي ردوا قرباج وحنا كنا نقولوا علاش بوركوا هذا راهو يدير هكذا والبرمجه راهي تسير هكذا اون برينسيپ كان برينسيپ نكونوا نعرفوا بدايه الموسم حتى نهايه لا فاز لي ومو ومن بعد تجي هذيك لا بيريو تاع ميركاتو شتوي ومن بعد لا فاز روتو مي هنا كي تشوف انت من اللي جا مدور لدوك
انا نشوفوا باللي رانا نحكوا غير على علاش ما دارش هذه، علاش السكرتير جينيرال صح نحاولوا الصلاحيات الصلاحيات شوف لما تشوف مدور كيفاش نعرفوه كيفاش قبل باش الصلاحيات كاع نحاولوا مازالوا موجود. لا شوف الحاج كي سمع التصريح تاع اشو ما تكلمناش عليه، قال كلام خطير على رئيس الاتحاد، وليس اول واحد ينتقد رئيس الاتحاد، ينتقدوها عده مرات على ولات الفيدراسيون شغل حيح وما برك الناس تسيطر فيها عدو زوتشي لانه يشوفوا الفيدراسيون ديالهم، كيقول بلي رئيس الاتحاد يحب، وكنا قلنا عده مرات انه يحب ينجح المشروع الرياضي والاقتصادي تاعو اللي هي الاكاديميه تاع باردو وديتريبو دو فوتبول اجي وديتريبو دو الفيدراسيون، يقول بلي حاب يفرض عليه لاعبين من شبان من لا مش بارد قد مليش ما جوار ميلاش مي با في ليش ما حاب يفرضوا عليه جو سي با بوركوا في المنتخبات الشبانيه اي سي بور ساتيزون راحوا. انا مانيش طرف القضيه ولكن حسين اشو ماشي تيب لي ما نعرفوش تيب لي يقول كلام غير صحيح ولا تيديروا بيان في لافيدراسيون تقول بلي احنا عطينا له الفرصه وهو ما عندوش مستوى سي سي ولا درت لابرونتيساج على مستوى المنتخبات الوطنيه شو ماشي رزق باباك دير لابرونتيساج في الاكاديميه تاع بارادو دير لابرونتيساج سمح لي رفيق واش ما عجبنيش عنده الحق سمير انت هذا او صرح وقال حسين الشوب باللي حبوا يفرضوا علينا اللعاب نستدعاوه ما يلعبش اساسي في الفريق تاعو قالها الى الكوراج يقولها انت ما تقولش انا اخبار تقول لك هذا اللاعب من مولوديه بجايا سمير انت ما تقولش تقول لهذا لونسيان جوار باللي دو جور لوندومان انت استدعيته وجبته باش يخدم اجوا مع سليم سبع كي دار التصريحات تقول باللي هذا اللي كومبيتون هذا ما عندوش مستوى هذا تشيرمي اونكور يكونوا عاقلين يا جماعه مستوى عنده مستوى عالي ما ينزلش لهذا الدرجه تحت كامل مهما يكون سيتي انكس انتر ناسيونال تحترمه قلنا الحقيقه اسكو سي فيري اسكو سي فو انا اللي نشك فيه هذا ما كان واش قال اسكو صح انا من القضيه اللي سونت دو فورماسيون اللي حيدير لنا شاك سونت يكلف 150 مليار مي سي با بوسيبل 150 مليار باش ما نعاودوش نوليو برك رفيق مهدي هذا الصراعات راهي تشوه سمعة الكرة الجزائرية بين الرابطة بين الاتحادية بين الأندية رانا نسوقوا في صورة يعني عيانة بزاف للكرة الجزائرية. يعني حنا دوك جات اسمه لا ليغ جديدة هذه حنا نسناو واش نسناو منها نسناو واش راح تجيب زيادة للشامبيونا للدوري تاعنا واش راح تجيب زيادة واش راح يجيب سبونسور واش راح يجيب على باليش هنايا حاجة اللي يزيد أفكار على الأقل يرافقوا النوادي في الأقل كنت يا أخي الكلوب يخرج الدرون دونكاجمون سي 350 مليون ليك 250 مليون بوكو درجة الغرامات يرافق الأندية وري لهم شغل الاحتراف تاخذ المثل تاخذ المثل لي شامبيون اوروبيان وما عندهم شامبيون تاعهم فيه 38 ماتش زيد لهم لا كوب زيد لا كوب دو ليغ زيد لا كوب احنا عندنا 30 ماتش هذا ما كان 30 ماتش كان ليهم وزيد بهم شويه لي كوب ما تقدرش تقول لي ما تلقاش في من اوت حتى المي ما تلقاش كيفاش دير 30 ماتش دونك هذا ما فهمناش وين المشكل خاش عندك الوسمه البروغرام ما تفهموش عندك دي ماتش بالجمعه دي ماتش بالخميس بالثلاثه كل ايام الاسبوع كل لي ماتش ديكالي هذا يهضر يقول لك ديكالي يعيط لك واحد 40 تويتر مقبل ديكالي تافونسي دونك ما فهمناش شو ما كانش برنامج وهي المشكل الثاني وشنو هو واش يخلي في لي بي اوروبيان واش يخلي البرنامج يكون فريمون حاجه ما تبوجيش هي سي لي تيليفزيون لي دو تي في هذيك لي تيليفزيون هي كلش ما تقدرش تغير لها عندها البرنامج تاعها هذيك انا ماتش مبروغرامي 18 ولا 20 لا هي تبيع لي دروا تاعها لاسا يتخلص لاسا يتخلص باش تشوف لي ماتش لاسا يتخلص باش تشوف لي ماتش ما تقدرش تبدل له البرنامج هذاك ما تحب نتايا هذا المهم دونك الان حنا واش نقولوا لا ليغ برو ما جابت حتى حاجه زياده للشامبيون تاعنا الدوري تاعنا ما تغيرش يقعد اسمه فوق قرباج ولا فوق مدور كيف ولم يتغير اي شيء لاحد الان نمر الى فقره المواليه عين على الرابطه الثانيه وقبل ان نتحدث عن التفاصيل نتابع وياكم هذه الاحصائيات الخاصه بالجوله 24
والتنافس على لعب ورقة الصعود في المحترف الثاني يكبر والحلم أصبح يراود أكثر فريق نجم مقرى نصر بويش الذي يؤكد مرة أخرى أنه فرق يحسب له ألف حساب هذا الموسم، فاز أمام العلمة أو لم ينهزم أمام العلمة، أمام جمعية شلف، أمام اتحاد بسكرة في غليزان، وأيضا هذا المرة أمام وداد تلمسان. مرة أخرى نظن نجم مقرى سادير نجم لا نجم حقيقي، لا نجم حقيقي، لكن يفواياج بيان كيما نقولوا خارج الديار، يزون بريسك باركور تاع سون فوت دو شامبيون باش يكملوا. تنظن انه نجم مقرى حيكون سي سور من الفرق اللي راح تصعد الى القسم الاول، عاد بتعادل هذا من تنيمسان نظن تعادل ثمين، ربما من جوبونس لي ماتش لي بلو اصعب لقاءات اللي قعدت له في تلمسان، لعب في غليزان ايضا تلمسان جوج خرجات يعني كانوا نظن انه اللي دا يفوز في اللقاء المقبل ضد شبيبه بجايه نظن انه حظوظه راح تزيد تولي كبيره باش يصعد الى القسم الاول. وهذا ما كانش اوبجيكتيف تاعهم سامي راه ديبارا الاوبجيكتيف الماتش ماتش زيد تطلع اكثر. لما جاء عباس كانوا بخمس نقاط يلعبوا على مع الفرق اللي كانوا لعبوا الماتيان اكزاكتومون، كانوا براتيكمون تحت في الكلاسمون. من لما جاء بس عرف كيفاش يتعامل مع هذه المجموعه، اعطاهم روح واحد اخرى وثقه، وانا شفنا بالسلسله تاع النتائج اللي جاوا بي برهنوا كور اون فوا باللي مع لي بريتوندون ديريكت ما يخسروش في بلادهم ولا خارج ديارهم. نظن باللي هذه خلاتهم باش اليوم راهم برمي بكات كارون كات بوان، ماشي هكذاك برك سميرة. وفي ريال مدريد راهم يأمنوا باللي عندهم إمكانيات والحظ يكون معاهم، حظوظ كبيرة زيادة على بالهم باللي يطلعوا ثلاثة. يقول لك أنا أضعف الإيمان راح نكلاسي ثلاثيام من لا فان سيزون. أنا نشوفوا باللي سيرتو سير البلان يعني مونتال يكونوا خاسرين يولوا في بلادهم يكون ديفيكولتي يروحوا جيسكو حتى الوقت بدل الضايع ويسجلوا هدف الفوز، تو سا يخليهم باش يأمنوا بحدودهم لما لا يكملوا في هذه المرتبة. نعم مهدي راك تبع لي ليغ دو ماشي غير ليكيب ناسيونال برك، كيفاش راك تشوف الشلف أيضا راهي ولات بسكرة راهي أيضا في السباق ساري غليزان حتى غليزان. نعم كاين حتى السيزيام راهم كامل يعني لعبوا على البود على الثلث مناصب تاع الصعود. مقرا صح مفاجاه كبيره غش ما واحد ما كان يسناها حتى الان. احنا كنا نسناو يعني جمعيه تلف كانت من بارمي لي زيكيب كان راح تلعب الصعود. تلمسان كانت الاولى تلمسان كنا على بالنا ثاني بلي راهم عندهم بسكرا ما كناش نسناهم. بسكرا باغ اكزومبل ما مولا كانوا في الفليك ما عندهمش بزاف ما كناش نسناهم يكونوا في الموعد حتى الغليزان. يعني كاين مفاجآت في ليغ دو ومازال صعيب حتى الاخر ولا حتى مقرا صح مقرا عندهم ربع نقاط اكثر من جمعيه شلف في المرتب الثاني بصح اللي موراهم يعني راهم خمس سانك ايكيب راهم يلعبوا سور يلعبوا طلع لا الاهم هو انه الفريق الوحيد يعني نجم مقرا كل الفرق لعبت في القسم الاول اللي نشوفوا اللي راهي كونسيرني بار عندهم كيف ليك اكزاكتومون نجم مقرا 30 نقطه شبيبسكي كذا حتى 44 حتى 40 رفيق كي جبد بسكرا اليوم داروا كومينيكي قبيل بعثوا لي واحد قال لك ما زيدوش يلعبوا حتى تسوى تواريخ تاع مقابله جمعيه شلف وشبيبة بجاي على ما اظن يعني لانه حدوا المباراه بدون تحديد التاريخ راهي هنا الفرق راهي طالب يعني عندي مباراه واحده فقط. نعم. فما بالك بثمان مباريات في الرابطه الاولى يعني فريق اتحاد بسكرة قال لك ما نلعبش حتى تسوي لي ماتش تاعي فوسي الحسابات يقول لك يخبيوها المباراه ثلاث نقاط سي جورني رانا حيت لا 5 يبقاو 5 جورني قريب يبقاو 5 جورني يعني يبانو تخلي ماتش طار صافي تقدر تلعبوا مع الاخر يبانو من كي تدي الماتش وتطلع اور كان لعبت في التاريخ تاعها بالك تخسر. كاين اشياء يعني كيف في لا ليغ اون مثلا نقدر نعاونو اللي كاين وي ماتش انا اليوم انا ايكيب جو سي با سي اس بار اكزومبل احنا نلعب مع نيبورت كي ليكيب عندها ترو ماتش ما نلعبش الماتش هذاك يكون عندهم لاعب يكون قوي لاكري تاع الفريق يكون سيسبوندون لوجيمي يلعب معايا سيسبوندون الماتش تاع سطيف المولوديه سطيف كانت في ديناميكيه النتائج الايجابيه من هذيك ما خرجت مثلا ولكن يكون عندهم دي جور سيسبوندي سما هذاك يلعب بيرجي اير بعد يلعب معايا راك تفوس شويه للشامبيونات شويه بزاف ماشي شويه بزاف اون سول ماتش في لا ليغ 2
الناس عندهم الحق، بسكرة عندها الحق، لاعب لي ماتش ديال انت ما ظنش فريق فريق باللي كي شافوا شلف عنده ماتش طار لي نادي بسكرة قالوا لازم يبرمجوه. نعم. ولكن هنا تشوف 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 الرابطه هنا تدخل هذا الامر، يعني تفريق اتحاد بسكرة انه فريق اتحاد بسكرة اذا اصر يعني على اللعب المواجهات المقبله في حقهم. باش شوف باش يدير البويكوت ما يقدرش يخسر، لانه هو هو لا ليغ يغلبوا يطبق عليه اي قانون، ولكن من المفروض لو يقول اليوم انا رابطه نسير بطريقه احترافيه لعب الماتش، نحي الشكوك لعب الماتش هذا، يعني غاديش تحبسوا لو شامبيون لعب لو ماتش كيف يكونوا لاعبين المباريات يعني بطريقه عاديه. لا ترجع لي بونديولا، لا ترجع لي بونديولا. الايام المقبله هي التي ستحدد ذلك. فاصل اشهاري ونعود مجددا.